بسم الله الرحمن الرحيم. النهاردة إن شاء الله هناخد الـ second lecture وهنكمل الـ derivatives and hedging risk. نقول إن الـ call option هو إنه رايح، يعني الـ investor هنا buyer to right buyer of right، إن هو buy or sell، يعني رايح يشتري حق إنه يشتري أو يشتري الحق إنه يبيع. إنما في التاني ده بنقول ان هو كل ما بيقل الاوبشن برايس. اما بالنسبه للبوت اوبشن كل ما يزيد يحصل انكريز في الستريك برايس، كل ما يزيد الاوبشن برايس. اما بالنسبه للماتيوريتي فبرضه نفس الحكايه، الماتيوريتي كل ما يحصل انكريز في الماتيوريتي كل ما يحصل انكريز في الاوبشن برايس. ومنتفق من البداية ان ايه هو الاوبشن برايس؟ هو البريميوم، بريميوم اللي هي الكوست اللي هتدفعها الهولدر للرايتر. وبالتالي هي دي النوتس اللي هي اللي احنا قلناها على التو تيبل دول. احنا هو ده الكلام اللي هنشوفه. بيقول لي هنا the price of call option decrease as a strict price increase. while in the price of put option increase as a strict price increase. Both types of option tend to become more valuable as their time to maturity increase. زي ما احنا قلنا ان option price increase with the maturity increase. The buyers are referred to as have long positions. زي ما احنا قلنا البير هو او الكول اوبشن معناه ان هو اللي بيعبر عن اللونج بوزيشن، بينما السيلر هو referred to as having short position. Selling an option is also known as writing the option. زي ما قلت لكم ان selling an option معنى انه هيبيع عقد خيار اللي هي الاوبشن كونتراكت، يعني معناه ان هو ده يعبر عن الرايتر، بينما الهولدر اللي هو باي ذا رايت اوف اوبشن كونتراكت. طيب ايه هو الديفرنس بين الاوبشن والفيوتشرز والفورورد؟ الفورورد والفيوتشرز احنا قلنا الاثنين هي agreement to buy or sell underlying assets at certain specified date at certain price. الاوبشن بيختلف عن الفيوتشر والفورورد في حاجة مهمة جدا. احنا any contract بيكون ليها two parties، والtwo parties دول لازم بيكونوا عندهم obligate، عندهم التزام ان هم must يعني ان هم obligate ال contract ده. بينما الاوبشن مختلف عن كل انواع العقود، ان دايما الهولدر انه الهولدر للcontract ده بيكون عنده right not obligate، تمام؟ وده اللي هو بيقول لي عليه ان الاوبشن gives the holder the right to buy or sell، يعني عنده ياخد الحق ان هو يشتري او يبيع at a certain price. وبالتالي هو ممكن يقول انا هعمل ايه لو كان ال event occurs اللي هو expected event occurs، ووضع بالنسبه له هيكون favorable، هيحقق profit، هيعمل exercise. اما اذا الـ event not occur وبالتالي هيبقى unfavorable case، وبالتالي هنا هيبقى not exercise. بينما الـ futures والـ forward contract give the holder the obligation to buy or sell at certain price. يبقى هنا في التزام، في obligation، بينما الـ option بيدي للـ holder a right to buy or sell at certain price. ليه الـ right وليس الـ ايه؟ الـ obligation. 23 مش مشكلة، المهم يعني ايه ان السعر اعلى من الستريك برايس، تمام؟ يبقى يعني هي 23 مش 25. يبقى اذا معنى كده انه ايه؟ انه هيحقق الفرق ما بين الاس تي والكي. فهو الاس تي اللي هو البرايس ان ذا ماركت
اللي هو الاس تي ب 23 ماينر ستريك برايس اللي هو 22، يبقى هيحقق على مستوى ال 1 ستوك هيحقق 1 دولار، بينما الصفقة على كام ستوك؟ على 1000 ستوك او 1000 شير، يبقى 1 ملتبلاي 1000 يبقى هيديني كام؟ 1000 دولار. لكن احنا هنشيل منها او هن ماينس البريميوم اللي هو دفعها في البداية اللي هي الاوبشن برايس، فهو دفع ايه بقى؟ هما 10 كونتراكت وكل كونتراكت بيدفع عليه بريميوم 5 دولار، يبقى اذا البريميوم كانت 50، فهو حقق ارباح 1000 وهنطرح منها ال 50 هيديني 950 دولار. طبعا دي جين بوزيتيف. تمام، على الجانب الثاني السيلر او نقول اللي هو الرايتر، الرايتر اللي هو محرر العقد ده هيحصل ايه؟ هيحصل العكس، هو هيضطر ان هو ينفذ عند رغبة المشتري وهيبيع له عند 22، بينما في السوق لو كان باعه كان هيبيعه ب 23، يبقى هو خسر دولار والصفقة كلها 1000 دولار، يبقى 1000 شير، يبقى اذا هيديني 1 في 1000 هيديني 1000 دولار. بس هو اللي هيقلل شوية من خسائره ان هو واخد بريميوم قيمتها 5 دولار بير كونتراكت، وعن عندنا هم 10 كونتراكت يبقى البريميوم 50، يبقى معنى كده ان هو هتبقى خسارته ماينس 950 دولار. تمام، وزي ما انتم شايفين ان مكسب طرف ايكوال لللوز للطرف الثاني بنفس القيمة. تمام، يبقى ده عشان هو كل اوبشن كان متوقع ارتفاع في السعر ففعلا حقق جين والطرف الثاني لوز بنفس القيمة. اما اذا كان السعر ايكوال للستريك برايس او lower than الستريك برايس، هنلاقي ان الباير نوت اكسرسايز، وكل اللي هيخسره المين البريميوم اللي هي مين الكوست او الاوبشن برايس اللي هو دفعه للرايتر. تمام، فهيقول لك يعني خلاص مش مهم هتروح عليا العلاوة، ولكن انا اروح ابيع يعني انا نوت اكسرسايز وانتظر بقى لما السعر يرتفع في السوق وابقى ابيع واخد انا ايه ارباح. وبالتالي زي ما احنا قلنا هنا عشان الباير هنا الباير للايه؟ باير للرايت، شاري الحق ان هو ينفذ او ما ينفذ. تمام، وبالتالي كل اللي هيخسروا العلاوة. مين اللي هيكسب العلاوة دي؟ اللي هو السيلر هيحقق الايه؟ الجين اللي هي البريميوم دي اللي هي ال 50 دولار. وبالتالي ان خسارة الطرف هي جين للطرف التاني بنفس القيمة. نفس الشيء لو انه اللي حصل عكس ما توقعه وحصل ان السعر انخفض عن الستريك برايس والسعر بقى ب 20 دولار، فهو برضو نوت اكسرسايز وهيبقى يخسر الايه؟ البريميوم، وهتبقى مكسب للطرف التاني اللي هو السيلر. هيقول لي how will the buyer and seller act the following cases. لو كان if the stock price at expiration date can 25 او if the stock price at expiration date can 20 او اذا كان بقى ب 22. طبعا هنا عشان هو expect انه هيبقى فيه decrease in the stock price، يبقى اذا لو السعر ارتفع او كان equal للستريك برايس، يبقى ايه؟ الباير نوت اكسرسايز، وكل اللي هيخسره مين؟ هيقول لك ايه يا الله مش مهم العلاوة اللي انا دفعتها او البريميوم اللي هي ال 50 دولار اللي هي خدنا ايه؟ ضربنا ال 10 كونتراكت ملتبلاي اللي هي الاوبشن برايس 5 دولار بير كونتراكت، يبقى كل هيخسره 50 دولار. الخسارة اللي هيخسرها الباير هي جين بالنسبة ل الرايتر او الطرف التاني اللي هو بايع الحق ده او بايع العقد الرايتر. يعني الكلام ده بالنسبة لو السعر ارتفع او كان ايكوال لمين؟ ايكوال للستريك برايس. اما اذا حدث ما توقعه السعر انخفض، فهو هيحقق جين، ده بالنسبة للباير، هي الفرق ما بين الكي ماينس الاس تي. تمام،
الفرق ما بين ال K minus ال ST، ال K 22 وال ST اللي هي ال price at the expiration date كان 20، يبقى هو هيبيعه ب22 بينما هو في السوق بيتباع ب20، وبالتالي هيحقق 2 دولار per stock أو per share، بس الصفقة هي عبارة عنها 1000 stock أو share، وبالتالي هيحقق هنا كام؟ 2000 دولار نطرح منها أو minus ال premium، يبقى إذا هيحقق ال net income أو الدخل الصافي ليه أو net gain هيبقى 1950. على الجانب الآخر هنلاقي إنه الطرف التاني اللي هو الرايتر هيحقق إيه بقى؟ هيحقق العكس، إن هو هيخسر 2 دولار per share multiply 100 multiply 1000 share، بس هو واخد في البداية premium 50، وبالتالي يبقى إذا خسارته هتقل، يعني هو هيخسر هنا 2000 بس هو عشان واخد بريميوم في الأول اللي هي 50 جت منين؟ 10 contract multiply ال 5 دولار per contract، يبقى إذا هيحقق خسارة 1950، يبقى إذا مكسب طرف بيساوي equal لخسارة الطرف الثاني بنفس القيمة. تمام، يبقى إحنا هنا خدنا حالتين، تمرين على الكول اوبشن وتمرين على البوت اوبشن، وعرفنا انه امتى الهولدر يعني هيكون الاكشن ان هو اكسرسايز، وامتى ان هو نوت اكسرسايز. طبعا القاعده العامه ان هو اكسرسايز when the event which is expected اوكي انها تحدث بالفعل، اما اذا لم يحدث ما توقعه فبنقول ان هو نوت اكسرسايز. ايه هما التايبس اوف تريدرز اللي موجودين في الديريفاتيفز ماركت؟ في عندنا هيجرز، وفي عندنا سبيكيوليترز، وفي عندنا اربيتراجرز. الهيجرز هما بيستخدموا ال derivatives contract سواء كان futures او forward او option. ليه؟ الهيج معناها ان هو يعمل reduce the risk that they face from potential future movement in a market variable، في ظل سوق متغير فهو عايز يعمل reduce the risk من المخاطر اللي ممكن يقابلها نتيجة التحركات اللي هو movement in market variable. اما speculators هو use them اللي هو them اللي هما contracted دول to bet on the future direction of a market variable. هو هنا عايز يعمل مقامرة او يعني بيراهن على اتجاه حركة الاسعار، وبالتالي هو عايز يعمل maximization profit بناء على المراهنات اللي هو بيعملها دي. طيب بالنسبة للarbitragers، الarbitragers ده اللي هو بيعمل ايه؟ بيعايز يحقق arbitrage profit او يحقق مراجعة مربحة. ده to offsetting position in two or more instrument to lock in a profit. هتلاقي ان هو بياخد اكتر من وضع بناء على اكتر من instrument، من اكتر من يعني اداة استثمارية ومن خلال more than one market. ليه؟ عشان to lock in profit. dollar per share وهو متعاقد على 1000 مايكروسوفت share، يبقى إذن هو 1 multiply 1000 يبقى هيدفع premium 1000، يبقى قيمة المحفظة no hedging هنلاقي ان قيمة المحفظة هتبقى اقل من الرقم ده. ممكن كل ما تنخفض اللي هو ينخفض يحصل decrease في ال stock price، كل ما هيحصل decrease في ال value لل holding chair. انما استخدام ال hedging هيخلي فيه minimum value لل holding chair انها مش هتقل عن 26500. تمام، اما في حاله ارتفاع السعر هيبقى يرتفع برضو الفاليو للهولدنج شير في كلا الحالتين، لكن عشان في الاستخدام الهيجنج هو دافع بريميوم في البدايه هتبقى الارتفاعات اقل شويه، ان احنا بنخصم او بناخد في الاعتبار
البريميوم. تمام. طيب الفاندمنتال ديفرنت بتوين ذا يوز اوف فورورد كونتراكت اند اوبشن فور هيجينج. احنا قلنا ان الفورورد والاوبشن والفيوتشرز كل دول بيستخدموا للهيجينج، لكن هنلاقي ان الفورورد كونتراكتس ار ديزاين تو نيوترلايز ريسك by fixing the price that the hedger will pay or receive. pay or receive لانه هيتوقف على هل هو هيبقى buyer ولا seller. تمام. هو بيستخدم الفورورد على حسب الاكسبكتيشن انه هيحصل increase في price، هياخد وضع اللونج بوزيشن يعني buyer، ولا هيبقى ان هو في expect ليه انه هيحصل decrease في price فهياخد الشورت بوزيشن اللي هو ايه seller. تمام. وهو بيعمل ايه؟ بيحاول انه يعمل neutralize the risk by ان هو بياخد بيعمل fixing the price، هيتفق على deliver price او strip price يتم الاتفاق عليه. بينما الاوبشن كونتراكت هنلاقي ان هو provide insurance، they offer a way for investor to protect themselves against adverse price movement in the future while still allowing them to benefit from favorable price movement. يبقى هو بيعمل له تأمين ضد مخاطر ان لو حصل unfavorable price هيقول في الاخر انا ايه not exercise وهخسر العلاوة وخلاص. تمام. كمان allowing them to benefit from favorable price movement، وفي نفس الوقت بيديله فرصة انه لو كانت الامور كان في favorable price ان هو يحقق ان هو benefit. تمام. وبالتالي نقدر نقول unlike forward هنلاقي ان الاوبشن involve the payment of an upfront fee، فهنلاقي ان بخلاف الفورورد وبخلاف الفيوتشرز الاوبشنز في كمان مقابل هذه الميزة اللي هو بياخدها انه بيدفع pay premium يمين للرايتر. تمام. الهولدر بيدفع او باي بريميوم فور اي رايتر. وده جدول زي ما هنشوف هو كومباريزون ما بين الاوبشن والفيوتشر، طبعا اللي بيسعى الفيوتشرز هو الفورورد. تمام. بس احنا قلنا ان الفيوتشرز هي ستاندرد كونتراكت، وان الفورورد انها برايفت كونتراكت، وبالتالي ده الاختلاف الاساسي ما بين الفيوتشرز والفورورد. لكن الاختلاف ما بين الاوبشن والفيوتشرز او الفورورد كونتراكت هما الاتي. بالنسبه للاوبشن هنلاقي انه هو رايت بات نوت اوبليجيشن، يدي للهولدر right but not obligation to buy or sell option، وبالتالي هو is exercised only when it is profitable. يبقى هو مش هيعمل exercise إلا إذا كان الوضع بالنسبة له profitable. بينما ال futures contract هو obligate to make or take delivery، هو obligate مش right إنه يعمل إيه or إن هو يحصل take delivery. اللونج بوزيشن must buy at the future price والشورت بوزيشن must sell at future price. الديفرنت التاني ما بين الاوبشن والفيوتشر كونتراكت او الفورورد كونتراكت هنلاقي انه في الاوبشن في بريميوم is the price of the option itself، هو نفسه سعر الاوبشن اللي بيدفعه البريميوم ده بيدفع من قبل الهولدر تو رايتر. اما الفيوتشر كونتراكت are entered into without cost اللي هو without premium يعني ما بيدفعش فيه premium. كمان من الفروقات ما بينهم ان الاوبشن هنلاقي ان البايرز بروفيت when the expected event is occur، وهو بيحقق ربح لو كان الوضع بالنسبة له ان الايفنت occur، لكن هنلاقي انها البروفيت دي less than the profit of buyer in the futures because the value of the premium deducted. هو بيحقق ارباح لكن احنا فاكرين واحنا طرحين من الارباح دي ايه البريميوم اللي دفعها، وبالتالي ارباحه بتقل بقيمة البريميوم. بينما في الفيوتشر كونتراكت او في الفورورد كونتراكت
البايع بيحقق بروفيت، هيكون البروفيت ده إذا حدث ما توقعه فعلا هيحقق بروفيت، وهيكون more than the profit of the buyer in the option. ليه؟ because there is no premium، هو ما بيدفعش premium. فلو تحقق ما توقعه هيحقق بروفيت أكبر من البروفيت اللي more than the profit اللي بيحققه الـ option. ليه؟ because there is no premium. طيب ايه كمان هنلاقي بالنسبه للاوبشن؟ البايرز لوز از ليميتد باي بريميوم. لو خسر الباير بالنسبه للاوبشن هو هتبقى محدوده، ليميتد باي بريميوم، اقصى حاجه هيخسرها يقول لك ايه راحت عليا البريميوم وخلاص. بينما السيلرز اللي هم الرايترز يعني لوز از انليميتد. تمام، هنلاقي ان خساره الرايتر بتبقى انليميتد. في future contract loss of buyer or seller بتكون unlimited لأنها مش محدودة بالبريميوم. تمام، مش محدودة بالبريميوم، لا ده هو لازم must sell or must buy، وبالتالي هيكون ما بيدفعش premium، وبالتالي هتبقى خسارته هتكون unlimited. ده بالنسبة للهيجينج. طيب اليوز التاني او second use بالنسبة للديربيتيفز اللي هي السبيكيوليتورز او اللي هم المضاربين، هنلاقي الفيوتشرز اند اوبشن ماركت كان بي يوزد باي سبيكيوليتورز ويرز هيجرز وونت تو افويد اكسبوزر تو ادفيرس موفمنت ان ذا برايس اوف ان اسيتس. السبيكيوليتورز ويش تو تيك ذا بوزيشن ان ذا ماركت ايزير، زي ار بيتينج that the price of the asset will go up or they are betting that it will go down. يعني هو بيحاول ان هو يستغل الوضع بالنسبة لل change لل asset price in the market، سواء كان باتجاه الاسعار direction يكون up or down. تمام، طيب الاربيتراجرز هما arbitrage involve locking in a riskless profit by simultaneously entering into transactions in two or more markets. هنلاقي ان هو الاربيتراجر هنا بلوك ان riskless profit، عايز يحقق ارباح باقل خسائر ممكنه، وفي نفس الوقت ده هيتطلب منه ان هو entering into transactions، يدخل في اكتر من تعامل من خلال اكتر من سوق من الاسواق، يعني transactions هتكون in two or more markets. ناخد example نشوف فيه فعلا ازاي الاربيتراجر هيتطلب منه ان هو عشان يحقق arbitrage profit ان هو enter into more than one market، ممكن يدخل اكتر من سوق. تمام، التمرين بيقول لي ايه او الاكسرسايز او الاكزام ده بيقول لي a stock price is quoted as 100 pound in London and 140 in dollar in New York. يعني عندنا في سهم سعره هيكون في سوق لندن ب 100 باوند، او هيكون في سوق او مار ان ذا نيويورك ماركت هيكون ب 140 دولار. طيب ذا كارنت اكسشينج ريت اللي هو سعر الصرف ما بين الدولار وما بين الباوند هتكون 1.43 دولار بير 1 باوند. السؤال بقى بيقول لي is there an arbitrage opportunity، هل هنا في فرصة مراجعة مربحة؟ علشان نشوف هل في فرصة مراجعة مربحة نعمل الآتي. عشان يحقق الانفستور مراجعة مربحة هيتتبع الخطوات اللي احنا هنشوفها دي. ايه هي السوليوشن؟ هنلاقي اول خطوة ان هو the investor will buy stock، هيشتري الستوك من سوق نيويورك، من النيويورك ماركت، هيشتري بكام؟ 140 دولار. ويروح يعمل ايه تاني حاجة؟ sell the stock، يبيعه في سوق لندن بكام؟ ب 100 باوند. وبعدين ياخد ال 100 باوند يروح يعمل لها ايه؟ اكتشينج، يروح يحولها الى دولار بالسعر الحالي اللي هو الكارنت اكتشينج ريت اللي هو
$1.43 per 1 pound، فهتبقى ال 100 pound هتتحول الى 143 دولار. طبعا احنا ازاي بنحول اللي هي الكرنسيز كالاتي، بنكتب ادي الاكتشينج ريت اللي هو 1.43 دولار بير 1 باوند، وبعدين انا عايز احول اعمل اكتشينج ال 100 باوند، احط الباوند تحت الباوند هنا 100، وبعدين نضرب طرفين في وسطين زي ما احنا عارفين، نضرب ال 100 باوند نضربها في ال 1.43 دولار، يضرب دي في دي ديفايدد ال 1 باوند، هتديني السعر ده. طبعا اكيد خدتوا اللي هو ازاي نعمل التشينج ده، نحول من كرنسي ل انذر او اذر كرنسي، تمام. فهيحول ال 100 باوند الى دولار، هيبقى قيمتها بالاكتشينج ريت او بالكرنت اكتشينج ريت تبقى ب 143 دولار. وبالتالي نقدر نحسب كده البروفيت اللي حققه ايه. هو كل اللي عمله انه الكاش اوت فلو كانت عنده 140، هو دفع في الاول انه اشترى سهم ب 140 دولار، في النهايه بقى معاه كام؟ 143. وبالتالي هو هيحقق بروفيت او نت بروفيت اللي هو هيبقى 3 دولار، اللي هو الفرق ما بين السعرين ده على مستوى ان هو لو بفرض يعني ان هو كانت التعامل على 1 ستوك، لكن هو لو طبعا كان الصفقة كانت 100 ستوك او 1000 ستوك هنضرب اللي هي البروفيت بير شير، نضربها مالتبلاي النمبر اوف شير، فهتديني التوتال بروفيت، تمام. يبقى زي ما احنا شايفين ان من خلال هنا الاربيتراجر اضطر ان هو يعمل اكتر او يتعامل مع اكتر من more than instrument و more than one market، تعامل مع اكتر من ماركت، تعامل الاول مع نيويورك ماركت، وبعدين تعامل مع لندن يعني لندن ماركت، وبعد كده اتعامل مع الاكسشينج ماركت ان هو حول الكرنسيز من باوند الى دولار، تمام. ادي تعال ناخد يعني problem برضو. بيقول هنا a trader enters into a short cotton futures contract when the futures price is 50 cents per pound. The contract is for the delivery 50,000 pounds. تمام. How much does the trader gain or lose if the cotton price at the end of the contract كانت 48.2 cents per pound، أو في الحالة الثانية لو كان البرايس كان 51.30 cents per pound، تمام. طيب دلوقتي احنا عندنا ادي الفيوتشر برايس، تمام، وادي عندنا السايز بالنسبه للكونتراكت ده، وعايزين نشوف هل هو هيحقق جين اور لوز اذا كان الاس تي اللي هو السبوت برايس از ماتوريتي كان بالسعر ده او بالسعر ده. طيب هو الشورت، هو بيقول لي شورت فيوتشرز، شورت فيوتشرز يعني هنا ايه؟ يعني اكسبكت انه يحصل ديكريز ان ذا ايه كوتون برايس. طيب دي الكي ودي الاس تي، لو السعر بقى 48.20 يعني فعلا حصل ديكريز، يبقى هنا في الحاله دي هيحقق جين. احنا هنحل، بس احنا بنقول مفروض الحل هيطلع ايه. يبقى في الحاله الاولانيه جين، ليه جين؟ لان هو عامل شورت فيوتشرز كونتراكت، يعني اكسبكت ان السعر ينخفض وفعلا السعر انخفض، يبقى حقق جين. اما في الحاله الثانيه السعر ماله زاد عن الستريت برايس ده الاس تي، وعشان هو شورت احنا نقول كي ماينس الاس تي، فادي السعر زاد يبقى هيحقق لوز، تمام. تعالى هنحسب بالارقام زي ما احنا قلنا ان هو ادي الشورت بوزيشن، يعني بنحسب الكي ماينس الاس تي. ادي الكي اللي هو الستريت برايس او الدليفري برايس،
ماينس ال اس تي اللي هو قال السعر هيبقى بالسعر ده. طبعا هو محول هنا السنتنس لدولار. وبعدين ده بناء على مستوى الايه، على مستوى الدولار الواحد بس، سوري على مستوى الباوند الواحد من الكوتون، والصفقة كلها كانت 50,000 باوند، فهيديني الجين 900 دولار. اما لو السعر حصل انه ارتفع، فهيبقى عندنا برضو هنا ال K minus ال ST، هيبقى فيه هنا لوز على مستوى ال 1 باوند والصفقة كلها 50,000 باوند، يبقى هيحقق لوز اللي هي 650 دولار. دي تعتبر لوزز علشان حصل انه عكس ما توقعوا ان السعر حصل له ايه، ارتفع. واحنا زي ما احنا قلنا طالما ان هو شورت بوزيشن يبقى بنقول ان البي اوف عبارة عنها ال K minus ال ST، اما لو كانت ال long position كنا نقول ST minus ال K. تمام، بكده احنا خلصنا ال second lecture وهنكمل في ال third lecture.